بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا في المرات اللي فاتت ازاي بنعمل ابديت للويتس لو كانت عند الاوتبوت لاير او لو كانت عند الهيدن لاير. النهارده بس مش هنزود حاجه جديده، عاوزين بس نفيجوالايز الكلام ده، يعني نحاول نفهمه اكتر. تعالى نشوف عند الاوتبوت لاير في الاول كانت بتشتغل ازاي. هرجع لورا تاني اجيب المعادله بتاعت التشينج اوف ويت اهي. دي المعادله اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ادي التشينج في الويت عباره عن ايتا تارجت جي ناقص اوتبوت جي في اوتبوت جي، واحد ناقص اوتبوت جي في اوتبوت اي. هاخد المعادله دي تاني وبعدين نبتدي نعيد بس الترتيب بتاعها مش اكتر. يبقى تشينج دبليو جي اي عباره عن ايتا تارجت جي ناقص اوتبوت جي في اوتبوت جي، واحد ناقص اوتبوت جي في اوتبوت اي. نتأكد بس تاني كده ان هي نفسها نفس الكلام، هي بالظبط كده، دي نفس المعادلة. انا بس هري اوردر الترمز نفسها بس يبقى شكلها مختلف. تعال نشوف كده، لو احنا كنت ادي النود رقم جي اللي انا اوريدي واقف عندها بيخرج منها اوتبوت جي، وانا المفروض عارف التارجت المفروض دي تطلع لي. كان عندنا هنا ادي مثلا نود 2 3 في اللاير اللي قبلي، كل واحده منها كانت داخله على هنا. ادي اوتبوت اي اوتبوت اي اوتبوت اي، وده دبليو جي اي دبليو جي اي بنفس الترمينولوجي بتاعتنا دبليو جي اي. هعيد بس كتابة المعادلة دي. ادي التشينج في دبليو جي اي عبارة عن ايتا اللي هو الليرنينج فاكتور، احنا بنختار عاوز تسرع ولا لا، في هاخد الترم ده الاول اوتبوت اي، في اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي، خدنا الترم ده وده، في تارجت جي ناقص اوتبوت جي، هما نفسهم نفس الترمات. طيب ليه بعملها كده؟ بقول لك خد اوتبوت اي اهو اللي هنا، في اللي خارج من عندك من هنا اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي، في الفرق ما بين الاثنين دول التارجت جي والاوتبوت جي، ده اللي هو بيحسبه كده يقدر يطلع التشينج في الدبليو جي اي. بعدها هتبقى دبليو جي اي عباره عن دبليو جي اي اولد القديمه زائد اللي تشينج في الدبليو جي اي اللي هي دلتا دبليو جي اي، كده تقدر تابديت دبليو جي اي بتاعتك. ايه الهدف من دي؟ مش مجرد فيجواليزيشن. انا دلوقتي انا عاوز ابديت دي، عاوز ابديت دي، عاوز ابديت دي، ثلاثة دول. الملاحظة دي بتقول لك هنا احسب الأول تارجت جي ناقص اوتبوت جي، تارجت المفروض ده تارجت جي، ده الاوتبوت جي، احسب الجزء ده. في اوتبوت جي في واحد ناقص اوتبوت جي. بعد ما تحسب الحسبه دي احسبها مره واحده بس. اول مره اضربها في اوتبوت اي الاولاني ده عرفت ده هيتشينج بكام. نفس الحسبه دي اضربها في اوتبوت اي الثاني هتعرف التشينج ده في الثاني هيبقى قد ايه. نفس اللي انت حسبته اضربه في اوتبوت اي ده اللي هو الثالث هتعرف التشينج هنا قد ايه. فدي بتتحسب مره واحده. لو رجعنا لورا ثاني الشكل ده نفسه شفناه قبل كده، هتلاقي مسمينه دلتا جي لان ده مرتبط بالنود رقم جي دي نفسها. يعني انت بتحسب دلتا جي هنا وبعدين كل ما دلتا جي ضربه في اوتبوت اي عشان تعرف ده هيابديت بنسبه قد ايه، ده هيابديت قد ايه، هيابديت قد ايه، اللي هو الجزء بتاع التشينج نفسها. تعال نرجع تاني نشوف دلتا جي كان شكلها ايه. ادي الجزء بتاع دلتا جي كان اهو، بعدين كانت الحسابات بتاعت دلتا جي، دلتا جي تارجت جي ناقص اوتبوت جي، اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي، ادي نفس دلتا جي. يبقى مره ثانيه ده اللي هو بيعمله، بيقول لك تعالى عد النود دي، احنا هنا في الاوتبوت لاير، خد بالك ده هنا اوتبوت لاير. احنا ماشيين من الاخر للاول، ماشيين كده باك بروباجيشن. حسبنا عند هنا الدلتا عند النود دي، بيقول لك احتفظ بيها لسببين، اول سبب عشان تابديت كل الويتس اللي داخله على النود دي، كل اللي بتعمله تمسك الدلتا دي اضربها في كل اوتبوت جاي عليك تعرف الابديت ده، في الاوتبوت اللي هنا عرفت الابديت، اوتبوت عرفت الابديت.
السبب الثاني اما نيجي بعد كده ابديت الهيدن لاير هقول لك اديني الدلتات اللي بعديك اللي ساعتها هتقول لي اسمهم دلتا كي لان هتبقى بعديك وتبقى انت دلتا جي في المكان بتاعك. ده لو احنا كنا عند الاوتبوت لاير. بنفس المنطق لو احنا قلنا احنا عند الهيدن لاير. هنجيب برضو المعادله بتاعت الهيدن لاير كام؟ شكلها ايه؟ ال تشينج في الدبليو جي اي كان بيساوي ايتا نجعلها احسن. ادي في الهيدن لاير اهي سميشن على الكي دبليو كي جي في دلتا كي دبليو كي جي في دلتا كي ده السميشن كله. ارجع تاني اكمل في اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي في اوتبوت اي اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي في اوتبوت اي ده اللي احنا طلعناه قبل كده. تعالى برضه نرسمها كده. افترض انا موجود دلوقتي ادي النود بتاعتنا في الهيدن لاير اهي كان بعديه هنا في الاوتبوت لاير وليكن في مثلا ثلاثه نودز انا كنت واصل بيهم كان قبليه مثلا وليكن برضه ثلاثه نودز في اللاير اي كانوا بيدخلوا على عندي هنا باعتبار انا واقف هنا فدي اللي هنسميها جي وبالتالي دول هيكونوا كي يعني ده دبليو كي جي دبليو كي جي دول كلهم بنسميهم كي دول بنسميهم اي ده دبليو كي جي هنا دبليو جي اي دبليو جي اي دبليو جي اي وانا عندي النود دي. هفتكر تاني للنود دول كلهم انا كان عندي معلومه كنت عارف دلتا بتاعت النود دي دلتا بتاع النود دي دلتا بتاعت النود دي حسبناهم واحنا بنشتغل في الاوتبوت لاير دي اللي احنا بنسميها دلتا كي دلتا كي دلتا كي عشان دلوقتي دي كلها لاير كي. هعيد كتابه المعادله دي بشكل تاني مجرد بس ترتيب يبقى التشينج في الدبليو جي اي عباره عن ايتا في اوتبوت اي فين اوتبوت اي؟ ادي النود اي يعني هنا اوتبوت اي اوتبوت اي اوتبوت اي ده الاوتبوت جي ادي اوتبوت اي خدنا الترم ده اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي اوتبوت جي واحد ناقص اوتبوت جي اللي هو ده الاوتبوت جي اللي طالع من عندنا من هنا دول اوتبوت اي في سميشن على الكي كل دول هم الكي بتوعنا دبليو كي جي في دلتا كي يعني هنجد تاني دبليو اي اهو خدناه من هنا جت هنا اوتبوت جي استعملناه من هنا اللي احنا اوريدي بنحسبه واحنا فورورد الدلتات القديمه اللي طلعناها واحنا كنا ماشيين باكورد هستغلها هضربها في الدبليو كي جي اللي هم عندنا دول فكده انت كده بتقدر تابديت ده. هرجع اقول مره ثانيه برضو الجزء ده كله كده ده اللي هو كان عباره عن دلتا جي بتاعت النود دي نفس الفكره القديمه يعني احسب دي مره واحده وراك بعد كده 20 نود كل مره اضرب ده في الاوتبوت بتاع النود دي عرفت الابديت هنا قد ايه اضربه في الاوتبوت الخارج من دي عرفت الابديت هنا قد ايه في الاوتبوت اللي خارج من دي الابديت هنا قد ايه وهكذا لغايه الاخر. فده اللي هو الدلتا جي اللي احنا بنحسبها. يبقى كده ده شكل المعادله او ده مجرد بس فيجوالايز احنا هنمشي ازاي. طب خلينا نشوف بقى الصوره الكبيره شكلها ايه. تعالى نعمل زي فلوت شارت صغير كده احنا بنبدا ازاي. هنبدا في الاول اهو ستارت ده فلوت شارت بنعمله. اول حاجه بنعملها بننشيلايز كل الويتس انشيلايز الويتس كلهم راندوملي نطلعهم كلهم راندوم. دي الخطوه اللي بعديها اهو بقى كده عندنا ويتس بس ملهاش معنى كلها راندوم بادين بيها وحاسينها كل مره. احنا عندنا مجموعه من التريننج فيكتور ده كل ده تريننج فيكتور وكل واحد من دول عارف التارجت بتاعه المفروض يكون بيطلع ايه. هبدا كده جيت تريننج فيكتور
هات واحد من التريننج فيكتور دول اللي عليه الدور. اول خطوة تعملها عليه فيد فورورد، دخله وابدأ ماشي لغاية قدام لغاية ما تطلع الاوتبوت النهائي خالص من اخر لير. جيت اول اوتبوت عند كل لير طلع الاوتبوت بتاعتها، ادي خطوة. حسبنا الاوتبوت لغاية ما وصلنا للاخر خالص، الاوتبوت الاخير مختلف عن التارجت، هبتدي نمشي بالراجع فيد باكورد ابديت ويتس زي ما عملنا بعد ما مشيت بيه لقدام طلعت الاوتبوت. امشي بقى بالراجع واحده واحده، هات الدلتات واعمل ابديت لكل الويتس اللي عندك. كل ده تم على سامبل واحده بس من دول. هنرجع نسال نفسنا بعد كده تاني، يا ترى هل دي كانت لاست تريننج سامبل؟ لو كانت نو ما كانتش اخر واحده، هذه تريننج سامبل عليها الدور وارجع كمل مره ثانيه. طيب كانت يس، دي اخر، دي كانت اخر واحده فعلا. طيب يا ترى هل الايرور اكسبتد؟ يعني الايرور اللي طلع بعد التريننج ده اقل من ثريشولد معين؟ لو كان يس كان مريت عليهم كلهم خلاص ستوب، هو طلعوا كلهم متظبطين. طب لو كان نو المفروض ترجع تاني عشان ابدا ايه امر عليهم كلهم مره ثانيه. يعني احنا في اول مره هنا تريننج فيكتور خلصوا لسه، خدت الثانيه الثالثه الرابعه لغايه الاخر، ده كلهم مسميهم ايبوك، مريت على الايبوك بتاعتك كلها. بعد ما خلصناها يا ترى اكسبتد الاوتبوت؟ لا لسه ما اتدربش كويس، عاوز ارجع اكرر مره ثانيه. يبقى هرجع اجيبهم كلهم بس هتشيك الاول هل دي لاست اتريشن؟ ما انا مش هفضل الف فور ايفر، دي اخر اتريشن اكسبتد. انت مثلا عامل حسابك على 100 اتريشن، لو نو والنتيجه ما كانتش كويسه ارجع مره ثاني من الفيرست سامبل، هات من اول سامبل تاني وابدا اكرر. اذا كان فعلا خلاص انا خلصت كل اللي انا كنت عامل ديزاين عليه كانت دي لاست اتريشن، انا يقول له اعمل 100 ولغايه 99 او لغايه ال 100 برضه ما كانتش نتيجه كويسه، الايرور ما كانش اكسبت كده، هقف بقى هنا للاسف واقول له ايه فيل. فيل يعني ايه؟ فيل مش يعني ان انت غلطان، فيل معناه السيستم كده ما نجحش. جايز تحتاج تغير في عدد النيورونز اللي انت عاملها مثلا في عدد اللير، جايز محتاج تكتر في التريننج سامبل، جايز محتاج تغير في الفيشرز اللي موجوده في كل سامبل من دول. يعني فكر في تكنيك تاني لكن ما تقولش هكتر التريننج تاني، ما خلاص انا كترت التريننج كذا مره ولا زال الايرور بالنسبه لي ما هوش اكسبتد. فدي الحل بتاعنا. لو هو كان اكسبتد هنا هعمل ستوب، مع الستوب ده هقول لك سيف ويتس. طب اسيف الويتس ليه؟ عشان بعد كده ما اجي بقى استخدم الموديل اللي انت بنيته بالنيورال نتورك ده يبقى عندي الويتس جاهزه الصح. دخل اي سامبل هيقول لك على طول مين الاوتبوت بتاعها. دي الفكره ببساطه بتاعت النيورال نتورك وبتشتغل ازاي وبتابديت ازاي. ان شاء الله المره الجايه ناخد مثال بالارقام يبين لنا بس ازاي بنعمل ابديت لسامبل من الويتس اللي عندنا. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.